اشتباكات وقعت بين نشطاء معارضين لجماعة الإخوان المسلمين وإسلاميين تظاهروا في القاهرة رافعين شعار تطهير القضاء في تصعيد لصراع محتدم بين ألوف القضاة والحكومة التي يقودها الإسلاميون. وقالت مصادر أمنية وطبية إن الاشتباكات أسفرت عن سقوط عشرات المصابين. وقال شهود عيان إن الحجارة والزجاجات الحارقة وطلقات الخرطوش استخدمت في الاشتباكات، كما أحرقت حافلة صغيرة بأيدي ناشطين. في وقت لاحق حاولت الشرطة الفصل بين الجانبين وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على الناشطين القادمين من التحرير، ورد عليها الناشطون بالحجارة. وتقول وسائل إعلام محلية إن مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين شرع في وضع قانون يخفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاما، بما يؤدي إلى إنهاء خدمة عدد كبير منهم. ويقول الإسلاميون إنهم يمثلون الانتفاضة التي أطاحت بمبارك، ويقول معارضوهم إنهم ركبوا موجة الانتفاضة التي رفضوا الاشتراك فيها من بدايتها. وائل جمال، رويترز.